اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوفني انا ناديه. النهارده هنعمل مع بعض المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله جدا. شايفين بقى الجمال، هقولكم كل التريكات بتاعتها وازاي تطلع معاكم بالشكل الجميل ده، وتكون طريه معاكم. والناس اللي بتشتكي من ان الوش بيكون ناشف معاها، اقولكم ازاي يكون طري كده ومش تاخد مننا اي وقت خالص ولا اي مجهود. شايفين بقى الجمال، شكلها بجد تحفه. انا هنا كنت عامله صينيتين، هوريكم الطريقة ومش هطول عليكم الفيديو. أول حاجة كده، في حلة على النار هضيف شوية من المية طبعا عشان نسلق المكرونة. أنا مش هضيف في المية غير ملح فقط. أول كده المية ما تغلي هبدأ أضيف المكرونة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيب المكرونة لحد لما تغلي تماما وتستوي، وبعد كده هصفيها. نعمل بقى اللحمة المتعصبة. أول حاجة كده جبت بصلاية كبيرة وشرتها ناعم، وضفت عليها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، بتديها رائحة حلوة قوي. لو مش موجودة ممكن يبقى نستبدلها بزيت أو بزبدة. وبعد كده هضيف 1/2 كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ أقلبها كويس جدا كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مفضل الطريقه دي، مفضل ان البصله تتشوح الاول شويه علشان تدي طعم حلو كده مع اللحمه. شايفين هنا اللحمه كانت خلاص يعني اخدت لون زي ما انتم شايفين كده. اضيف عليها بقى معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الـ7 بهارات. مش هضيف اي مكونات تانية على اللحمة المفرومة عشان تحتفظ بطعمها، ما نغيرش طعمها بالبهارات الكتير. هقلب بقى كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي خلاص كده كانت استوت معايا تماما، مفيش فيها اي سوائل خالص اهو. شايفين، لان احنا كنا معلين النار، وده برضو سر من الاسرار. ما ينفعش ان احنا نكون مهدين النار على اللحمه عشان ما تنزلش ميه ويبقى طعمها مش حلو معاكي. لازم يكون النار عاليه على الاخر. كده خلاص اللحمة جاهزة معانا. نعمل بقى البشاميل. أول حاجة كده في حلة على النار هضيف لكل معلقة من الدقيق هضيف معلقة من السمنة أو الزيت أو الزبدة المتاح عندك. ممكن تحطي سمنة على زيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده زي ما أنا عملت كده. أنا هنا هعمل كمية كبيرة علشان هعمل صينيتين، لكن انتوا ممكن تعملوا على قد الكمية اللي انتوا هتحتاجوها. يعني ممكن تحطوا مثلا 7 معالق دقيق، 7 معالق زيت على 7 معالق دقيق، او 10 معالق زيت على 10 معالق دقيق، على حسب ما هتعملوا يعني الكمية بتاعتكم. طبعا احنا هنخلي البشاميل يبقى كتير شوية علشان خاطر ده سر من الاسرار اللي بيخلي المكرونة بتاعتنا طرية. ببدأ بقى اقلب كويس جدا بالشكل ده. هقلب كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وده هيخلي البشاميل بتاعنا ما يكلكعش معانا نهائي. لازم اقلب كويس جدا بالشكل ده. مش هضطر بقى ان انا اضربه ولا في الخلاط ولا بالهاند بلندر ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. طول ما انا بقلب كويس جدا كده مش هيكلكع معايا ولا يحصل له اي حاجه. كده خلاص، بعد ما بدا البشاميل يعني الدقيق مع السمنه يغلوا شويه كده، نبدا بقى نضيف 1 كيلو من الحليب المغلي. مش هتفرق خالص اذا كان الحليب ساقع او سخن، لان انا يعني باستمرار بقلب فمش هيكون في اي مشكله. هقلب كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيتقل معايا جامد زي ما انتوا شايفين كده، مفيهوش اي مشكله. انا حبيت اوريكم الشكل ده عشان حتى لو عمل معاكم كده ما تخافوش او ما تقلقوش ان هو يعني خلاص باظ مننا. لا خالص، انا قصدي ان انا اتقله بالشكل ده علشان اخففه بشوربه.
لو حابة تعملي الكمية كلها بالحليب مفيش اي مشكلة، بس انا بفضل النص يبقى لبن ونص يبقى شوربة علشان يدي طعم حلو جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الشوربة ممكن تحطي فيها مرق الدجاج وتسيبيها تغلي شوية وتبدأي تضيفيها على البشاميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وممكن تحطي شوربة بس مفيش اي مشكلة خالص. هنقلب كويس جدا، شايفين شكله عامل ازاي؟ كريمي جدا. اضيف بقى الملح ورشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود وهقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده البشاميل كمان جاهز معانا. هنجهز بقى الصينيه زي ما انتم شايفين كده، واتينا شويه من البشاميل علشان ما يلزقش مني المكرونه في الصينيه من تحت. بعد كده بقى ابدا اضيف طبقه من المكرونه. طبعا اضيف على المكرونه بشاميل، يعني المكرونه كلها بعد ما سلقتها وصفيتها، طبعا ما غسلتهاش صفيتها بس، وبعد كده ضفت عليها يعني تقريبا كده ربع البشاميل وقلبته كويس جدا بالشكل ده كده. يعني ما تحطوش مكرونة كتير برضو من تحت، اهم حاجة يعني ايه تكون بس متغطية الطبق اللي يعني الصينية من تحت كده نغطيها، وبعد كده نضيف بقى اللحمة المفرومة. نسويها كويس. تقدروا تضيفوا كمان شويه من البشاميل بالشكل ده كده، بيدي طعم كويس قوي في يعني في نص كده المكرونه، وبيدي تماسك كمان مع المكرونه. بعد كده بقى هضيف كمان الطبقة التانية بتاعة المكرونة، يعني شوية كده على اللحم المفروم من فوق يدوب يغطوها، وبعد كده بقى نغطي بالبشاميل. لازم البشاميل يكون كتير، وده السر اللي بيخلي المكرونة بتاعتنا تكون يعني طرية كده وتكون طعمها حلو جدا. ومنضيفش مكرونة كتير، لان لو ضفنا مكرونة كتير بتكون يعني تقيلة قوي وطعمها ما بيكونش حلو خالص. يعني الصينية دي اخدت معايا من كيس ونص لكيسين مكرونة صغيرين. هغطي بقى كده بالبشاميل، وطبعا البشاميل يكون خفيف مش تقيل قوي، يعني ده القوام المظبوط بتاعه. هنحاول بقى كده احنا نسوي الصينية من كل الجوانب.
زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى البيضة انا ضفت عليها، يعني اخدت بياض بيضة وضفت عليه رشة كده من الفلفل الاسود، وبدأت احطها على وش الصينية من فوق واوزعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودخلتها الفرن بقى على درجة حرارة 200 من تحت حوالي نص ساعة، وبعد كده طلعتها فوق تحت الشواية اخدت اللون الجميل اللي انتم شايفينه ده. تقدروا على فكرة تستغنوا عن البيضة، مفيش اي مشكلة خالص، وتحطوا جبنة موتزاريلا، تحطوا انواع جبن انتوا حابينها، او ما تحطوش خالص، هي كده كده هتاخد لون، بس انا بحب احط عليها بياض بيضة بيديها طعم حلو كده من فوق. شايفين بقى الجمال هنا، الصينية بعد ما خرجت من الفرن شكلها وطعمها بجد كان تحفة، اتمنى ان انتوا تجربوها وشوفوا بقى فيديوهاتي اللي قبل دي، عاملة معاكم سلسلة يعني جميلة من الفيديوهات هتعجبكم جدا جدا. يلا بقى اللي لسه مشتركش في القناة تنزلوا اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بأي وصفة جديدة انزلها على القناة، واكتبولي دايما كده رأيكم في التعليقات، واتمنى ان انتوا تطبقوا دايما وصفاتي وتقولولي رأيكم فيها، ويا رب دايما اكون كده بفيدكم بأي حاجة حتى لو كانت بسيطة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، وما تنسوش بقى الشير واللايك، واتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم بأي حاجة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.